كما ترون أصدقائي، هذا الهاتف من نوع هواوي موديل إيغريك سيس بي، وعليه خدمات جوجل، يعني انستاليت فيه بلاي ستور واليوتيوب وأي تطبيق كيتربط مع خدمات ديال جوجل يمكن لك تانستاليه. قبل ما نبداو لا فيديو، ما تنساوش تخبطوا لايك باش لا فيديو يوصل أكبر عدد من الناس. خليكم معايا باش نوريكم الطريقة. السلام عليكم اصدقائي، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وسمحوا لي حيت غبرت عليكم ولكن جبت لكم الجديد. فهاد لا فيديو ان شاء الله او هاد الدرس غادي نوريكم طريقه كيفاش تثبتوا او تانستاليو خدمات جوجل على اجهزه هواوي التي عليها نظام الاندرويد وما فيهاش الخدمات ديال جوجل، يعني السيري ديال إيغريك سيس بي او الإيغريك 5 بي او إيغريك ويت بي، يعني جميع الموديلات التي لا توجد عليها خدمات جوجل. غادي نوريكم الطريقه، لكن قبل ما نبداو لا فيديو كنبغي نشكر كاع الناس اللي مشتركين معايا، تنقول لكم شكرا من هذا المنبر. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخبطوا لايك باش يوصل اكبر عدد من الناس. خليكم معايا باش نوريكم الطريقه، فهي جد سهله. كما ترون هذا هاتف من نوع هواوي إيغريك سيس بي، عليه خدمات جوجل، يعني نقدر ندخل اليوتيوب وندير تعليق ونقدر ندير لاشي اليوتيوب ديالي بطريقة سهلة كما ترون. باش نذكركم أصدقائي قبل ما نبداو الشرح، رابط تحميل الملف اللي غادي نشتغل به أو الموقع غادي تلقاوه في الوصف تحت لا فيديو، ما عليكم إلا بضغطة واحدة غادي يديكم ديريكتومو لهذا الموقع. هذا يمكن لنا ننزلوا منه الملف، لاحظوا معايا غادي نضغطوا ونحملوا هذا الملف هذا اللي سميتو فيموس برو. كيف ما كتشوفوا تحميل، أنا عندي ديجا مانستالي. طريقة التثبيت كنضغطوا على ثلاثة هاد النقاط، لاحظوا معايا كنمشيو للتحميل كيف ما كتشوفوا، كنضغطوا بضغطة واحدة اللو يعني نعطيو الصلاحية انستال، كنساينو بضع ثواني اوبن يعني فتح كونفيرم، كنتخطاو هاد التعليمات هادو كيف ما كتشوفوا وكنضغطوا على انتر فيموس برو. لاحظوا معايا كنتخطاو هاد الصلاحيات هادو. الان كنضغطوا على علامه البلاي ستور كيف ما كتشوفوا بدا كينزل يعني في الباكيج، يعني في الملفات اللي غادي نشتغلوا بهم. نساينو بضع ثواني بالمداز طريقه ديال التحميل كيف ما كتشوفوا. المهم اصدقائي، فالطريقه هي الاخر اللي كاينه دابا حاليا، جميع الثغرات مقفوله. الطريقه هذه جربتها وبغيت نشاركها معكم ونبارطاجيها معكم، طريقه زوينه بالنسبه للناس اللي باغين يانستاليو الخدمات ديال جوجل، يعني ويستافدوا من اليوتيوب والماب، يعني جميع التطبيقات اللي كتشتغل بخدمات ديال جوجل بلاي غادي تولي تشتغل عندكم بهذه الطريقه هذه. ما عليكم الا تصبروا حتى يتانستالا الملف ونوريكم الطريقه، فهي جد سهله. كيف ما كتشوفوا اصدقائي، كنساينو يعني بالمنتهى هذا الخط الازرق. طريقه باش نذكركم كتشتغل على جميع اجهزه هواوي 2020 اللي ما فيهاش الخدمات ديال جوجل، يعني السيريات من إيغريك 5 بي او 6 بي او 7 بي او 8 بي او نوفا اي، يعني جميع الموديلات الحديثه. كنساينو ايضا بما تانستالا الروم. نتمنى الى عجبكم لا فيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وما تنساوش تخبطوا لايك باش لا فيديو يطلع لاكبر عدد من الناس. كيف ما كتعرفوا كندير فيكم الثقه وكنحييكم من هذا المنبر كاع اللي مشارك معايا في هذه القناه هذه، تنقول لكم شكرا جزيلا على ثقتكم ودعمكم لقناتي. كيف ما كتشوفوا فالطريقه جد سهله، ما عليك الا تبع التعليمات اللي وريتكم. انتهى، وصل ل 99%. بعد انتهاء عملية التثبيت غادي يظهر لنا هذا الشعار ديال الاندرويد. نساينو ايضا بضع ثواني بدما يعني تفتح لنا البرنامج. كيف ما كتشوفوا اصدقائي، تم فتح التطبيق. الان كنضغطوا على بلاي ستور، وكأن الجهاز ليس لشركه هواوي. كنضغطوا على اشتراك يعني باش
ربطوا الجيميل ديالنا مع البلاي ستور يعني خدمات جوجل. بصراحة طريقة جميلة. غادي ندخل الجيميل ديالي وانا معكم. لاحظوا معايا نيكس موافقة. صراحة أجهزة هواوي بدون خدمات جوجل يعني ما عندها حتى شي مذاق أو متعة. سيبتي على قولة الله أكبر. كيف ما شفتوا أصدقائي، بعد ربط حساب ديالي ديال الجيميل مع متجر بلاي ستور، الآن عندي حق نزل كاع التطبيقات اللي كتشتغل بخدمات جوجل، يعني مثال كيوتيوب. نزلوا التطبيق ديال اليوتيوب. كما كتعرفوا التطبيق ديال اليوتيوب تيخدم بخدمات جوجل، يعني كيشتغل بخدمات جوجل. نقوموا بتنزيل التطبيق، وايضا نزلوا تطبيق ماب. ايضا جوجل فوتو، يعني جميع التطبيقات اللي كتشتغل بالخدمات ديال جوجل. وناخذ مثال ديك الساعه. لاحظوا معايا فطريقة التنزيل جد سهلة. لاحظوا معايا بعد انتهاء تنزيل تطبيق اليوتيوب نقدر نفتحو عادي جدا. كيف ما كتشوفوا الحساب ديالي ايضا. الان نقدر نتصفح ونقدر نربط لاشين يوتيوب ديالي، يعني القناة ديالي ديال اليوتيوب. ايضا لعجبني شي فيديو ايضا نقدر نخلي الرأي ديالي تعليق او كومنتير يعني او لايك. نشوفوا التطبيق ديال الماب. يمكن لي الان نفتح تطبيق خرائط جوجل عفوا. كيف ما كتشوفوا من قبل ما يمكنش تفتحو. خلاصة الموضوع اصدقائي، طريقة تقدروا تستعنوا بها وتستافدوا من الخدمات ديال جوجل او التطبيقات اللي ما متواجداش في المتجر ديال الاب جاليري من قبل، او كتطلب الخدمات ديال جوجل. بهذه الطريقه هذه غادي تهناو وما تبقاوش يعني تخمو الخدمات ديال جوجل. بغيت نقول لكم بعد انتهاء يعني من تصفح وتثبيت التطبيقات، الا بغيت نرجع النظام العادي يعني النظام ديال الاندرويد ديال الهواوي. لاحظوا معايا اصدقائي، كنطلع او كنسحب بالاصبع ديالي وكنضغط على علامة الهوم، كيف ما كتشوفوا كيرجع ليا للنظام العادي. إلا بغيت ترجع أيضا لنفس الروم اللي كنا فيه الآن في خدمات ديال جوجل، كيف ما كتشوفوا ها هو متواجد، سميتو فيموس برو، كنضغطوا عليه كيف ما كتشوفوا. نتمنى اللي عجبو لافيديو ما ينساش يخبط لايك ويبارطاجي لافيديو مع الأصدقاء والأحباب باش الكل يستفيد، واللي ما مشاركش في القناة ديالي يشترك باش يتوصل بكل ما هو جديد، وما تنساو تفعلوا الجرس. كنضغطوا في الوسط جوج ديال الضغطات، لاحظوا معايا وكيتفتح الروم عادي، وكنلقى التطبيقات اللي غادي نشتغل بها بحال يوتيوب اللي فيه الحساب ديالي ديال الجيميل او جوجل ماب يعني الخرائط ديال جوجل. وتقدر تنزل اي تطبيق كيطلب الخدمات ديال جوجل. وصلنا للاخر ديال لافيديو اصدقائي، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بجيم واشتراك وتفعلوا زر الجرس. تحياتي لكم ونشوفكم في لافيديو الجاي.